بسم الله الرحمن الرحيم. هشوف باقي الموديفاي تاب، وفي الموديفاي تاب هنشوف الجيومتري بانل. عندنا في الجيومتري بانل كوب بتستخدم عشان تربط الابيام مع بعض. هرسم لي بيم، لاحظ الابيام ما مربوطة مع بعض. طيب فاختار الامر كوب، اختار البيم اللي انا دار اربطه والبيم الثاني، همد البيم لاحظ الكوب كوبينج يتعمل. حتى لو مديته اكتر ما بقاطعه الكوب بالشكل ده. طيب هنشوف الامر قط، الامر قط بيقطع عليه جزء من السوليد او الفايت. هرسم لي حائط، داير اعمل لي ريسس او تراجع في الحائط ده، داير اعمل تراجع في الحائط ده. عشان اعمل التراجع ده هستخدم الامر كت. هافتح من اركيتكتشر تاب، هنا في بيلد بانل، هضغط هنا في كومبوننت واختار موديل امبليس. في الفايل كاتيجوري هختار وول واضغط اوكي. هسمي الكومبوننت حقي واضغط اوكي. هختار اكستروجن، هستخدم التورس اللي انا داير استخدمها في الرسم، استخدم الريكتانجل وارسم ريكتانجل نصه داخل الحائط والنص خارج الحائط. هضغط فينيش، افتح 3D عشان اشوف رسم معي شنو. اختار البوكس، ارفعه من تحت، بنلاحظ البوكس داخل جزء منه في الحائط. اختار الامر قط، اختار الجزء اللي انا دار اقطعه واختار الحائط. المفروض نحول السوليد دي ل وايت، بعمل له سيلكت وبمشي لي سوليد فويد وبحوله لي فويد، اختار كت
بختار الفويد وبختار الحائط، اضغط فينيش. لاحظ عملنا تجويف في الحائط. هنشوف الأمر جوين. الأمر جوين بيعمل جوينز نظيفة بين عنصرين زي ما شايفين في العرض، عندي فلور وول، داير أعمل الجوين بيناتهم تكون نظيفة، فبستخدم أمر جوين. أرسم ليا وول، توب كونسترينت هحوله لفيرست، افتح الفيرست، افعل اندرلاي عشان اشوف الجراوند، ارسم فلور بالريكتانجل، فنش، هعمل سكشن عشان اشوف الحال. رسمت نظيفة، هرسم لي حائط تاني. طيب شايفين هنا الحائط مخترق فيها الفلور، داير ازيل الجزء ده من الحائط، يعني انظف المكان ده، فبختار جوين، بختار فلور والحائط. هنشوف الامر وول جوينز. هرسم لي حائط وهستخدم الماتيريال او التايب دي، اغير الديتيل ليفل ديفاين و الفيديو رسائل لي كونسيستنت، والتوب حق الوول اختاره الفيس فلور. هرسم تايب تاني، برضو هخلي التوب كونسترينت الفيرست فلور. طيب نلاحظ الكورن هنا، الطبقات بتاعت الحائط بين الحائط دي والحائط دي عاملة بالطريقة دي. طيب لو داير اغير التوزيع حق الطبقات في الكورنر
فبختار وول جوينت، بقوم بمشي في الكورنر تلقائيا بتظهر معي المربع ده، بضغط كليك هو مغير من بط ل مايتر. نلاحظ كونت معي الزاوية دي حقت الماتيريال، شوف السكوير اوف. طيب عشان اعمل سكوير اوف اسكيب وهغير الزاوية بتاعت الكورنا، اختار وول جوين، اختار الكورنا واختار سكوير اوف. لاحظ سكوير اوف ترد عليا او بيشيل لي الزاوية. طيب نشوف الامر بيم كولوم جويس، بيم كولوم جويس زي ما شايفين في العرض بتحول لي او بتخليني اتحكم بالجوينتس بتاعت البيم، ممكن اخليهم في زاوية 45 او عموديات على بعض. طيب اختار بيم بيم، شوفين اختار بيم كولوم جوينتس. بنلاحظ اول ما اختار بيم كولوم جوينتس من غير ما اعمل اي حاجة بدون تظهر معي الاسهم ده. طيب لو ضغطت في السهم المتجه لليمين شايفين طوالي متجه للشمال معناته هيلاقي ده في كورنا، وده متجه للشمال معناته هيلاقي ده في كورنا. لو ضغطت تاني برجع ليه الوضع زي ما كان. طيب لو ضغطت ده جيت ضغطت ده بنلاحظ عمل ليا مد ليدا ونهى ليدا مع طرف اللي كنا مد تاني ورجع ده كده. بس اسكيب عشان ننهي الامر. هنشوف الامر join and join roof. الامر join and join roof بيقوم بيعمل لي اتصال الروف مع بعض. ارسم روف، اختار الامر روف، اخلي الروف مايل على جنبتين فهختار الجنبتين الصغار ديلا واختار وهعمل انشك لديفاين ستوب. هرسم روف تاني وبرضو هعمله مايل جنبتين. طيب نلاحظ الروف ما متصلين ف مفروض يترسموا ما متصلين، يعني ما تخلوهم متداخلين، يكون في مسافة بيناتهم. عشان نطبق الأمر نلاحظ نختار الأمر join. الأمر قبل شوية كان ما مفعل، أول ما رسمت الروف يا دوب يشتغل، فلازم ترسم روف اول عشان الامر يشتغل. وبختار الامر join and join roof وبمشي
بمشي لل edges هنا بتاعت الروف، الحافة بتاعت الروف، واضغط كليك. شايفين؟ نلاحظ بيظهر معانا الحافة بتتظلل، ما ظهر شديد لكن زي بتتظلل. فبعمل لها سيلكت، بعد ما اعمل سيلكت الروف بقوم بمشي للسطح اللي انا داير الروف اللي الاجز اللي انا عملت لها سيلكت حاسه بتصل معاه، بمشي للسطح وبضغط كليك بتعمل معاي طوالي. طيب هنشوف الامر ديموليش. الامر ديموليش اللي هو بيحدد لي العنصر بانه ديموليش يعني مهدم. داير الوان ضيع احدده كانه مهدم. طبعا الامر ديموليش عنده علاقه ب البروجكت فيزنج يعني تحديد مراحل المشروع، ومراحل المشروع ممكن تكون نيو اكزيستنج او نيو كونستراكشن او ديموليش، يعني الاجزاء من المبنى دي اجزاء جديده، اجزاء موجوده، اجزاء هتهدم مهدمة وكذا. فده موضوعنا هسع، احنا ما هنشرح الفيزنج هنشرح فوق التاني، لكن بس صادف الامر ديمولش في القائمة دي فهنوريكم كيف نطبقه. فبختار ديمولش، بختار العنصر اللي انا داير اعمل له ديمولش، بنلاحظ طوالي طريقة العرض حقته بتتغير. طيب هنشوف الامر بينت. الامر بينت هو بطبق لي ماتيريال على سطح، بطبق لي ماتيريال على سطح. مثلا داير اعمل ماتيريال خشب في السطح حق الوول دي، وبختار بينت من القائمة دي، بختار الماتيريال اللي انا داير استخدمه. طيب ممكن افتح الماتيريال من هنا واختار وود، اضغط مثلا اوك فلورينج وامشي للسطح. نلاحظ اول ما اختار الامر او اختار الماتيريال الكيرسر شكله بيتغير، بيظهر جنبه الشكل ده، وامشي للسطح اللي انا ده اطبق فيه الماتيريال واضغط كليك. غيرت طريقة العرض الليجستيك عشان يظهر لي الماتيريال. اختار الماتيريال ونختار السطح. طيب هنشوف الامر split face. الامر split face اللي هو بيفصل لي جزء من الفيس عشان اديه ماتيريال مختلفة زي ما شايفين في العرض، فصل جزء من الفيس عشان اديه ماتيريال فصلة.
طيب هقوم اختار الامر split face وامشي للفيس اللي انا داير افصل منه. فبنلاحظ اول ما اقرب منه الحواف حقته بتبقى هايلايتد بتظلل. هضغط فو كليك. اول ما اضغط فو كليك طوالب دخلني في السكتش مود، يعني طالب مني اني ارسم. فبختار طريقة الرسم، استخدم الريكتانجل وهارسم او هحدد مساحة الاريا واضغط فينيش. بنلاحظ عملت فيس، عملت سطح. طيب بعد ما عملت السطح بعد ممكن اديه ماتيريال منفصل. اختار بين ثاني، اختار الماتيريال اللي انا عاوز اعمله، افتح البروجكت ماتيريال، اختار ميسونري بريك كومن، امشي للسطح واضغط كليك. لاحظ كيف طبقت ماتيريال مختلفة في نفس الفيس.